وانت كتقرا وكتوجد دي بلان ديالك كيلكو سوا باك بليس 2 باك بليس 3 باك بليس 5 او اكثر، وملي غادي تسالي قرايتك غادي تلقى راسك انك قريتي بزاف ديال المواد ونجحتي فيهم بيان سير، وهذا الشيء اللي قريتي يقدر يكون تيعجبك، يعني في بارتي دو فوتر باسيون، ويقدر يكون ما تيعجبكش ولكن كتقراه حيت كاين في السوق وفيه ما يدار، ويقدر يكون ما بينه وبين، المهم غير كتقرا وصافي، وفي الاخير راك غادي تشد فيه الديبلوم. فوالا، والهدف من القرايه في الاخير شنو هو؟ هو تخدم، وإلا كنتي خدام تزيد ترقى في المناصب، أو الهدف يقدر يكون هو باش تزيد تطور المشروع اللي خدام عليه. المهم هو ملي نسالي قرايتي ونشد ديبلوم خاصني نصوفي راسي ونخدم، وهنا فين تيكون السؤال، واش الخدمة اللي باغي في الأخير ضروري تكون مرتبطة بداك الشيء اللي قريتي ونطبق فيها المعارف والمكتسبات اللي خديت مع الديبلوم، أو المهم غير نخدم وصافي، غير الخدمة تكون كتليق بالمستوى ديالي ولو ستاتيو اللي عطاني الديبلوم. فوالا، هذا الشيء اللي غادي نشوفو اليوم، وغادي تتعلم شنو اللي خاصك تكون عارف وشنو اللي خاص يكون عندك باش ملي تاخذ الديبلوم ديالك إن شاء الله تخدم وتصوفي راسك. سي بارتي. اللي خاصك تعرف وتعرفي هو انه اليوم في المغرب الاغلبيه ديال الناس ما خدامينش بداك الشيء اللي قراو اكزاكتومون وخدوا فيه الدبلوم، وبالتالي وانت كتوجد الدبلوم ديالك غادي تخصك تقلب دوز دي ستاج ضروري، حيت هما اللي غادي يقربوك من الخدمه، وانت كتقلب على هاد لي ستاج حتى واحد صراحه مكره يلقى ستاجي في داك الشيء اللي قرا بالضبط. الا لقيتيه تخابي، ولكن الا ما لقيتيش واش غادي تجمع يدك وتقول لهاد الشعبه ما لايقه لوالو؟ ما كاين حتى فين دوز لي ستاج فيها؟ الا بغيتي دوز ستاج في شي حاجه مزيانه خاص يكون عندك معارف كبار، صافي ما عندي ما ندير بالستاج؟ نو، غادي تحاول دوز دي ستاج فاش ما كان، واخا يكون بعيد كل البعد على الدومين ديالك، وغادي تلقاه، انا متاكد، خاص غير يكون عندك الصبر. شوف الشركات الصغار، شوف شي واحد ندير شي مقاوله صغيره يلاه بادي فيها، ولا كان عندك شي واحد في العائله ولا في صحابك يقدر يدبر لك حتى هو، شوف معاه. وإلى سولوك علاش باغي تدوز ستاج في شي حاجه اللي بعيده على الدومين ديالك، قول لهم انا باغي غير نتحكم مع الناس ونتعلم نهضر ونوقف مزيان، واللي طلبتوها مني انا نديرها، وملي غادي تدخل غادي دير علاقات مع ناس خدامين، غادي تعرف كيفاش كتسير شركه، ويقدر داك الشيء اللي دوزت فيه ستاج يعجبك ويكون هو لا باسيون ديالك وماشي داك الشيء اللي كتقرا، وفي الاخير غادي تخدم فيه هو نيت. والدبلوم راه نافعك نافعك حيت هو اللي كيعبر على المستوى ديالك، ضروري تكون عندك باك بليس 2 باك بليس 3 او اكثر، وهو باش غادي نكلاسيوك الا خدمتي معاه، واخا داكشي اللي قريتي ماشي هو اللي خدام به. ما تنساش تشترك في القناه وتشعل لي نوتيفيكاسيون حيت مازالين مواضيع جد مهمه، ورد البال الى زعقوا لك. سي يو نيكست تايم.